هلو، السلام عليكم إخواني وأخواتي، ومرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم غادي نتكلموا على الصندوق الخاص بالتدبير جائحة هاد الفيروس، هاد الداء هذا اللي مس البلاد ديالنا ومس العالم. وحنا كمهاجرين مغاربة وكمواطنين مغاربة كيبقى لنا الدور باش نمدوا إيد المساعدة لإخوان ديالنا في المغرب، باش نمدوا إيد المساعدة والتضامن ديالنا، لا سوليداريتي ديالنا لولاد بلادنا اللي كاينين في البلاد والعالم كامل، يعني كاع سائر الجاليات. نتمنى يوصلها هذا الميساج ديالنا وهذا النداء ديالنا احنا كجاليه مغربيه مقيمه بايطاليا، وهذه المبادره اللي بدات بها الجاليه ديالنا المغربيه المقيمه بايطاليا لمساعده الوطن ديالنا والبلاد ديالنا والشعب ديالنا. تواصلت مع رجال اعمال، ناس معروفين هنايا في الساحه ديال الجاليه المغربيه المقيمه بايطاليا، المعروفين في ايطاليا، اللي بدينا هذه المبادره هذا. ونتمنى نتمنى نتمنى كل المواطنين ديال الجاليه يمدوا ايد المساعده ديالهم. هاد رجال الاعمال اللي تواصلوا معايا وبداو هاد المبادره هذه، وصراحه تواصلوا معايا بزاف الناس، بزاف الجمعيات، بزاف الامور اللي بغاو يديروا مبادرات يعني افتراضيه ديال مجموعه من الناس. انا مع ديما كنفضل نبقى بعيد على هاد المسائل ديال جمع الاموال وهذه والى اخره، لان فيه المسؤوليه، وما انا عارفين يا خوتي كنبغي ديما نبقى بعيد من الشبهات. ولكن هاد الصندوق هذا، هاد الصندوق يشرف عليه جلاله الملك محمد السادس، هاد الصندوق اللي راه رسمي، شي حاجه اوفيسيال اللي كنتبرعوا بها لبلادنا. وحنا علينا كمواطنين سائر مغاربه العالم كنبقاو مواطنين مغاربه، وكيبقى البلاد الاصلي ديالنا والام وهو المغرب، يعني كيبقى بلادنا وكنعتزوا به، وديما خصنا نمدوا ايد المساعده والتضامن مع الشعب ديالنا. لذلك اخوتي كنطلب منكم كلكم تساهموا وكلكم تبرعوا، كلنا نمدوا ايد المساعده ونديروا اليد في اليد. اليوم المغرب ديالنا محتاج لينا، والشعب ديالنا محتاج لينا. كما عارفين انتم كاين الهشاشه وكاين الفقر وكاين الضعف، وكاين الناس عازين باش يخلصوا الفاكتورات، وباش وكاين اللي كيمشي مسكين يخدم على لقمه العيش ديالو اليومي. لذلك كنبغي المساهمه تكون بكثافه، وتكون ان شاء الله نساهموا بكل قوه وكل ما اوتينا من جهد وقوه. وكنبغي كاع الطاقات الهائله ديال المجتمع ديالنا حنايا كجاليه مغربيه مقيمه بايطاليا تعطي المساهمه ديالو، ونكونوا ايد وحده باش نرفعوا بالبلاد ديالنا، ونرفعوا بالشعب ديالنا، ونرفعوا بالمعنويات ديال بلادنا وديال الشعب ديالنا، باش يتجاوز هذه المحنه ان شاء الله بسلام، ويخرج المغرب اقوى من الاول من هذه المحنه هذه، من هذا الفيروس هذا اللي غادي كيأذي في الناس. غادي نعطيكم الاسماء ديال الناس اللي ساهموا في هذه المبادره هذه، منهم رجال اعمال هنا في ايطاليا، منهم مواطنين عاديين. كنشكرهم وكنشكر جزيل الشكر، وكنشكرهم من كل قلبي على هذه المبادره الطيبه والجميله في الحق ديال البلاد ديالنا، تجاه البلاد ديالنا، هذه المساهمه، هذا التضامن للبلاد ديالنا، هذا الاعتزاز ديالنا بالانتماء للبلاد ديالنا. منهم عبد الرحيم مرقاطي مول اتاي، مهاجر ميلانو، هذا رجل اعمال كاين في ميلانو. منهم فضال مصطفى المعروف بولد بوغاد كروسيست هنايا في نابولي، معروف في الجنوب ديال ايطاليا. منهم عبد الرحمن العفير كروسيست ديال انكونا. منهم محجوب بالعيدي المعروف بتزيو في ميلانو، اف بي سي ولد الفقي بن صالح، تحيه لولاد الفقي بن صالح راكم عزاز. ومنهم عبد السلام البوهادي منسق حزب التجمع الوطني للاحرار. منهم خالد طلال شركه تنقل الاموات من بريشيا. منهم مصطفى التساوي ولد واد زم مقاومين، تحيه لولاد واد زم. كل هاد المواطنين مغاربه هادو رجال اعمال، ولكن هاد المساله هادو ما بغوش يعني، كلهم صيفطوا ليا لي ريشيفوت لي روسي ديالهم اللي تشرفت عليهم وشفتهم بعيني ديال ساهموا في هاد الصندوق هذا، بغاو هما الاسماء ديالهم. بغيت نبوبليكي الارقام والمبالغ اللي شفتها انا تبرعوا بها. قالوا لي لا، قالوا لي احنا بغيناها تكون كتشجيع الجاليه، ونكونوا اول جاليه خضينا هذه المبادره هذه لمساعده البلاد ديالنا، والنداء ديال جلاله الملك محمد السادس نصره الله، باش نبينوا الانتماء ديالنا لهذه البلاد، ونعطيو واحد الدفعه لبلادنا، ونعطيو واحد المساهمه للبلاد ديالنا الاصلي اللي هو المغرب اللي كنعتزوا به. يعني بغينا هذه المبادره تكون كتشجيع لسائر المواطنين، يعني كل مواطن يعطي على قدر على قدره، يعني من 5 اورو تل فين مسخك الله، يعني ماشي بالضروره بالضروره باش تبرع بواحد المبلغ مالي كبير. يعني احنا عندنا لونيوني الاتحاد قوه، لونيوني فلا فورسا. لذلك
كندعي كل المواطنين المغاربة أبناء الجالية المغربية بإيطاليا اللي كنعتز بهم وكنتشرف بهذا الانتماء لهذه الجالية الجميلة اللي كتكون ديما فكتساهم في هذه الخيرات للبلاد، واللي عمرنا نسينا البلاد ديالنا الوطن الأصل ديالنا، ديما كنكونوا في إيد المساعدة لبلادنا وكنحبوا البلاد ديالنا وعندنا حب شديد وكبير لبلادنا حنا كجالية مغربية مقيمة بإيطاليا. ونتمنى سائر جاليات المغربية العالمية يعني عبر العالم ياخذوا هذه المبادرة حتى هما ويبداو حتى هما يديروا واحد التجمع بحال هذا اللي درناه حنايا في إيطاليا باش نمدوا ايد المساعده لبلادنا. لذلك اخوتي انتما كما كتعرفوني انا ما كنبغيش ندير دوك الجمع الاموال وهاد الامور باش نبقى بعيد على الشبهات، ولكن هاد الصندوق الخاص لتدبير جائحه هاد الفيروس هذا، هاد الصندوق نتشرف عليه جلاله الملك محمد السادس، يعني واحد الصندوق رسمي اللي ما فيهش الخشونه وما فيهش يعني واحد الصندوق اللي غادي يكون في المساعده ديال لو سيستيم سانيتار. ومن هاد المنبر كنبغي نحيي كل طبيب وكل دراكي وكل شرطي وكل السلطات وكل رجال لليوم واقفين وقفة رجل واحد لمحاربة هذا الداء، واقفين في التوعية ديال المواطنين ديال نجلسوا في المحلات ديالنا. والحمد لله البلاد ديالنا غادا كتخدم في واحد ديكريتو، غادي خدامين في واحد المرسوم اللي غادي ان شاء الله يضمن العيش الكريم الناس اللي غادي يجلسوا في المحلات ديالهم، ما غاديينش يحلوا تحركوا ما غاديينش يخدموا، غادي يكون كمساعدة من الدولة. يعني سمعت اخبار ما بين 2000 درهم للناس اللي كانوا خدامين الريغول غادي يجيهم واحد 2000 درهم، والناس اللي ما خدامينش واحد 1000 درهم، والعائلات اللي كيكونوا عندهم لاكارت ناسيونال وخمسه ولا سته في الدار واحد 500 درهم لواحد. هذا المرسوم خدامين فيه، هذا الديكريتو خدامه فيه الدوله ديالنا باش تمد المساعده للمغاربه باش نتجاوزوا هذه المحنه هذه اللي غندوزوا تحت الحجر الصحي. وكنوجه نداء جميع المواطنين والمواطنات المغاربه داخل ارض الوطن ديال نجلسوا في ديورنا كما حنا في ايطاليا كتشوفوا فيا انا من داري كندير في هذا الفيديو باش نبقاو تحت الحجر الصحي، كناخذوا الامور بمسؤوليه تجاه المجتمع المدني ديالنا هنايا في ايطاليا. لذلك كنبغي نلونسي هذا الميساج للمواطنين ديالنا يكونوا مسؤولين تجاه المجتمع المدني ديالنا في بلادنا. كما كتعرفوا حنايا كاملين ابناء الجاليه المغربيه المقيمه بايطاليا وفرنسا واسبانيا وهولندا والمانيا وبلجيكا وامريكا وكندا اللي كاملين تحت الحجر الصحي حفاظا على المجتمعات المدنيه اللي كنعيشوا فيها. كذلك عندنا والدين وعندنا اهالي وعندنا ناس مسنين في البلاد، كنطلب المزيد من المسؤوليه من المواطنين والمواطنات المغاربه ديال التزموا في البيوت ديالنا ونبقاو تحت الحجر الصحي من اجل السلامه ديال البلاد ديالنا وديال الوطن ديالنا وديال المستقبل ديال بلادنا. كلنا خصنا نساهموا، كل الطاقات الهائله ديال المغاربه عبر العالم خصنا نساهموا بالتبرع تجاه البلاد ديالنا ونعطيو ايد المساعده لبلادنا. راني غادي نخلي في ليكرو غادي نخلي لكم هذا الرقم ديال هذا الصندوق الخاص بالتدبير جائحه هذا الفيروس هذا الداء هذا اللي مس البلاد ديالنا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يعفي ويشفي البلاد ديالنا من كل داء وتزدهر وتنمى وتزيد البلاد ديالنا الى الامام. اليوم اصبحنا كل واحد فينا اصبح مسؤول، كنا كنوجهوا نداءات للمسؤولين، اليوم المسؤوليه اصبحت بيدينا حنايا كمواطنين، حنا خاصنا نبينوا على الجهد ديالنا ونبينوا على الوعي ديالنا ونبرهنوا على المسؤوليه ديالنا، لان اليوم اصبحنا حنا مسؤولين، كنا كنوجهوا نداءات للمسؤولين، اليوم اصبحنا كل واحد فينا مسؤول. المسؤوليه اللي مطلوبه منا اليوم والتضحيه اللي مطلوبه منا اخوتي واخواتاتي الاعزاز وهي نجلسوا في ديورنا حفاظا على الاهالي ديالنا وحفاظا على نفوسنا وحفاظا على المجتمع المدني المغربي ديالنا. كل شيء يجلس في داره باش نتجاوزوا هذه المحنه ويخرج المغرب اقوى من الاول من هذه المحنه هذه، ونكونوا كشعب وسط الشعوب المتقدمه العالميه. جلسنا في ديورنا وبقينا تحت الحجر الصحي ومتبعنا تعليمات ديال وزاره الداخليه ووزاره الصحه اللي كتعطينا والوقايه المدنيه اللي كيعطيونا يوميا باش يشجعونا. كنبغي نقدم كل الشكر لكاع هذه الجاليه الجميله اللي بدات بهذه التدابير هذه، بدات بهذه المبادره، بدات هذه المبادره الطيبه والقيمه وهذا المجهود الجبار اللي باغي نمدوه كمساعده للبلاد ديالنا، لان كنبقاو كلنا مغاربه. اليوم الوضع كيحكم علينا واش انت مغربي ولا ماشي مغربي، ماشي واش انت ديال اليمين ولا ديال اليسار ولا انت فقير ولا انت غني. اليوم
كلنا مغاربة. اليوم الولاء ديالنا لبلادنا ولسيدنا، وهي نتبرعوا في هذا الصندوق كاملين كلنا احنا يا المواطنين المغاربة عبر العالم. وكنبغي نشكر كل جاليات العالم المغربيات اللي كاينين في العالم، يعني الجالية ديال كندا ديال فرنسا وديال اسبانيا وديال هولندا وديال بلجيكا وديال المانيا وديال اسبانيا وديال ايطاليا. وكنشكر الجالية ديال ايطاليا اللي انا كنتمي ليها، اللي بدات هذه المبادرة. هذا تبرعوا على بلادكم، تبرعوا على الشعب ديالنا، مدوا ايد المساعدة لبلادنا ولو بالقليل. كل واحد فينا يقدر يعطي على قده، كل واحد فينا يعطي داك الشيء اللي استطاع يعطيه، وباش نكونوا كاملين ساهمنا في هذا الصندوق ديال سيدنا. ولبينا النداء ديال سيدنا، يعني لبينا الطلب ديال سيدنا، ديال كاملين كمواطنين نتبعوا هاد الخطوه هذه، ونخطوا هاد الخطوه تجاه البلاد ديالنا. كلكم راع وكلكم مسؤول، واليوم المسؤوليه ديالنا هي نساعدوا بلادنا وبكل فرح، حيت المغرب كتبقى بلادنا، وكنعتزوا بها وكنعتزوا بالشعب ديالنا. تحيه للمغاربه الاحرار اون جينيرال، داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، من طنجة للقويرة. كان معكم اخوكم جواد من مدينة نابولي الخزازرة اكسبو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.